أعربت ياسمين فؤاد كشك إحدى فتيات ذوي الهمم من المكفوفين عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة المنصورة الجديدة. ولبى الرئيس السيسي طلب فتاة قادرون باختلاف واستمع لعزفها وشكرها. وقالت ياسمين فؤاد إنها عرضت أمام السيد الرئيس مشغولات يدوية صنعتها بأيديها، ولفتت إلى أنها تحدثت مع الرئيس السيسي عن رغبتها وحلمها في الانضمام إلى فرقة الموسيقى العربية لإجادتها العزف على آلة الأورج، ووعدها الرئيس السيسي بعمل مسابقات بالمحافظات في النحت والرسم والتمثيل والموسيقى قريباً ليعطي لها فرصة. طبعا شعور جميل قوي بجد ما يوصفش، مهما قلت يعني ما يوصفش بأي شيء. حاجة جميلة قوي، فخر ليا طبعا. بإذن الله هيبقى يعني بداية انطلاق لحاجة جديدة ليا، لأن كل مرة أنا بقابل سيادته فيها بيبقى ليا دعم كبير نفسي ومعنوي وكل حاجة، اللي هو بيديني مرحلة جديدة ببدأ فيها، ببدأ أنا أنتج بصورة إيجابية أكتر عن اللي قبلها.